كنا قد قطعنا نصف المسافة وقت كانت مركبتنا تشق طريقاً إسفلتياً يتوسط منطقة المنعم التابعة لمديرية جبل حبشي والواقعة جنوب غرب مدينة تعز، وهي الطريق المؤدية إلى وجهات مختلفة من مناطق وعزل المديرية. كنا قاصدين في رحلتنا الاستطلاعية هذه منطقة ضية، القرية التي قيل لنا إنها معلقة على سلسلة جبلية ممتدة بين عزلتي البريها والمراتبة بجبل حبشي، وهي المنطقة التي حرم أهلها وصول السيارات لانعدام الطريق باستثناء تلك المخصصة للسير على الأقدام، وغابتهم مقاطنيها عن اهتمامات الدولة وخدمات حكوماتها المتعاقبة منذ ستينيات القرن الماضي. مع بدء مبادرات أهلية في أكثر مناطق جبل حبشي في رصف الطرقات، وجد أبناء منطقة ضية أنفسهم أكثر المعنيين في توحيد الجهود والعمل على كسر الطوق الذي تفرضه الطبيعة الوعرة على منطقتهم، والبدء بخطة سرعان ما تم ترجمتها على أرض الواقع تمثلت في شق طريق على حافة الجبل يوصلهم بالتجمعات السكانية المجاورة، وعلى أمل أن ييسر هذا المشروع الخدمي عليهم النقل ويضع حداً لمعاناة قالوا إنهم لا يعرفون لها بدايات، كما كانوا لا يتوقعون نهاية لها. لقد انطلق المشروع نتيجة معاناة النساء ونتيجة تضخم الغدد الدرقية وتشنجات أعصاب الرقبة والعمود الفقري، ومن هذه المعاناة العظيمة انطلقنا بجهود ذاتية في هذا المشروع الذي يعد بالنسبة لقرية ضية والقرى المجاورة مشروع حياة ومشروع إنقاذ. مشروع طريق ضية كانت بدايته مع أول ضربة بمعول يدوي عند نقطة الالتقاء مع طريق عناقب المجاورة لأعلى قمة جبل القرنة، وهي البداية التي فتحت لأبناء هذه القرية نافذة أمل تحول معها المشروع من مجرد حلم إلى حقيقة سيستفيد منه ما يزيد عن 4000 نسمة. المشروع هذا يعني كنا نحلم به من قديم الزمان، ولم نستطيع أن توصيله يعني قبل فترات كبيرة، والآن لما عجزنا وشفنا إنه المواطنين تعبوا والنساء تعبن من نقل الأثقال من قرية إلى قرية، من عناقب، من العراري، من بني بكاري، ننقل يعني على الرؤوس والظهور حق الرجال، اضطرينا أن نبادر مبادرة ذاتية على حساب المواطنين. بفضل الله تعالى والشباب والمتواجدين بتعاون أهلي بسيط استطعنا نشق الطريق الآن على حسابنا وإمكانيتنا المتواضعة، إلا وبإذن الله تعالى بتصل بعد العناء والألام. تقدر مسافة مشروع طريق ضية عناقب قيد الشق باثنين كيلومتر، وهي مسافة لا تبدو كبيرة عند قراءتها بلغة الأرقام، غير أنه بمجرد الوقوف على مسرح العمل في ظل أعمال الشق على مرتفعات شاهقة والنحت في صخور صلدة يظهر معنى وحجم العمل الحقيقي، وهو العمل الذي أجبر أهل ضية على الاستعانة بالمجنزرات لفتح مسار الطريق. لقد قطعنا ما يقارب مسافة 800 متر من هذا المشروع الذي يعد مسافته أكثر من 1800 متر، وهذا المشروع فيه من الصعوبات الكثيرة نتيجة وعورة الجبال وارتفاع الصخور، حيث يصل بعض الأماكن في الصخور إلى 20 متر. رجال هذه القرية وقد عزموا على حل عقدة معاناتهم من الطريق لم يدخروا جهداً في سبيل تسخير كل الوسائل التي تمكنهم من ربط الطريق وإيصالها إلى نقطة النهاية،
ويروي بعض الأهالي في هذا الخصوص كيف عمد أبناء ضية إلى التسلق على الحبال لتفتيت الصخور التي كانت تهدد العمال والآلات أثناء عملية الشق. الأهالي أبناء هذه القرية والقرى المجاورة يقدمون جهودهم الذاتية بالأعمال البسيطة، ولكنهم قطعوا مسافات كبيرة وكانت هناك صخور مرتفعة، اضطرينا إلى إرباطهم بالحبال، إلى التربيط بالحبال وإنزالهم بتلك الصخور العالية. وفقاً لمدير المشروع فإن التكلفة الإجمالية للطريق تقدر ب90 مليون ريال، وقد شارف المبلغ الذي تم جمعه مساهمة من الأهالي وبعض فاعلي الخير على النفاذ. المشروع اليوم مشروع كبير جداً ومشروع فوق طاقاتنا، لا نقدر أن نواصل هذا المشروع، ولدينا عجز كبير في ميزانيته التي لا تكاد تكون موجودة منذ البداية. أناشد إخواننا وأشقائنا في القرى المجاورة في منطقة بني بكاري والحبيل وعصوان وكل القرى المجاورة لنا دعم لهذا المشروع، إنه مشروع كبير ويعد هذا المشروع حيوي ليس لقريتنا فقط، بل سيغذي هذه المنطقة ويربطها بالعزل الأخرى. الطريق هذه هي بتكون مغذية لأكثر من قرية، منها طبعا إن شاء الله نوصلها في طريق العراري ومنها إلى طريق خنبة حتى ترتبط مع بعض القرى اللي هي السعيد وغيرها، لأن كلما ربطت هذه الطريق مع قرى كثيرة تكون لها أهمية وتخدم أكثر من مجتمع. يشرح أبناء ضية كيف استمرت معاناتهم مع إسعاف مرضاهم الذين يصابون جراء وعورة الطريق، والذين قالوا إنهم يضطرون لإسعافهم حملاً على الأكتاف والمحفات لعدم توفر المواصلات، وهي معاناة يشكو مرارتها الرجال والنساء على السواء. نشتي طريق وعقابر نحن بالطريق ميشان الحمل الثقيل اللي نتحمله، طحين غاز سكر كله على رؤوسنا، المرض نطلعه بالمحفة، الفقرات بالمكالف، الذي اللواء الرقاب الحقوق، احنا امرض عالم الله بحالنا. بقدر ما يؤمن هذا الطريق امدادات النقل من الغذاء ومتطلبات المعيشة لقرية ضية، فإنه أيضاً سيعمل على ربط شبكة من الطرقات غير المعبدة في قرى وتجمعات عزل البريها والمراتبة وبني بكاري.